سريعا عشان نكمل بقية الحلقة دي بسرعة، النيويورك تايمز بتتكلم عن الأسباب اللي من خلالها لا يمكن أمريكا تضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. بتقول النيويورك تايمز لهذه الأسباب لا يمكن وضع الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب. الكاتب كيرك باتريك قال في مقال منشور في النيويورك تايمز: جماعة الإخوان المسلمين انطلقت من مصر، بس هي منتشرة في العديد من الدول، سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات إغاثية وخيرية، وبعضها يستخدم اسم الجماعة وبعضها لا. وبيقول في العديد من البلدان اللي بتنشط بها الجماعة تم الاعتراف بها، وبينها بلدان متحالفة فعلا مع أمريكا زي العراق، الأردن، الكويت، البحرين، تونس، المغرب، تركيا. ده اللي احنا قلناه امبارح. وتابع كيرك باتريك ان المؤرخين اللي تناولوا تاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا سنة 28 بيؤكدوا انه لم يكن هناك اي دليل على انها تورطت بأعمال عنف. ورغم ذلك بيقول الكاتب فإن حكومة السيسي صنفت جماعة الإخوان على أنها تنظيم إرهابي وبتتهمها بشكل روتيني بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية في مصر في وقت الجماعة بتنفي فيه مثل هذه الاتهامات. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أشارت إلى أن ترامب بيدفع إلى كذا كذا كذا، والراجل بقى الصحيفة الأمريكية بتقول أنه يعني ما علاقة السعودية والإمارات. بيرى الكاتب كيرك باتريك أن السيسي وحلفائه في المنطقة السعودية والإمارات هم اللي بيدفعوا بقوة لوضع الإخوان على لائحة الإرهاب، لأنهم بيخشوا من أن تصل الأحزاب تابعة للجماعة إلى السلطة من خلال انتخابات، فقد اتخذت الحكومات السياسية إجراءات صارمة ضد الإسلاميين. إيران كمان بترفض تصنيف أو سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية. انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعي واشنطن لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مؤكدا رفض طهران هذا التوجه. وقال في منتدى التعاون الاسيوي في الدوحه ان الولايات المتحده ليست في وضع يمكنها من تسميه الاخرين منظمات ارهابيه، ونرفض اي محاوله من جانب الولايات المتحده في هذا الصدد. وقالت ان الولايات المتحده تدعم اكبر ارهابي في المنطقه وهو اسرائيل. لكن احمد منصور حط علاقه كده ما بين سعي السيسي والسعوديه والامارات الى تصنيف جماعه الاخوان بصفقة القرن أو بالحاجات دي. بيقولي بقى: ليست مصادفة أن يشن ماكرون بالأمس هجوم على الإسلام والسياسي، واليوم يتهم ترامب الإخوان المسلمين بالإرهاب، غدا سيتهمون المسلمين ويفرضون عليهم دينا جديدا خاليا من روح الإسلام وأصوله، كل من يخالف سيصبح إرهابيا، لقد أعلنها بوش حرب صليبية من سنة 2003، وقصده كده بس هو مكتوبة غلط، وهم يكملون من بعده والمسلمون غافلون. يعني الأستاذ صالح النعامي الحقيقة برضو بيتكلم على دلالات الاحتكار، نسمعها كده مع بعض. دلالات احتكار الموساد، إدارة علاقة إسرائيل بالإمارات، صالح النعامي، العرب الجديد. عندما يتولى رئيس الموساد مهمة إدارة الاتصالات السرية مع القيادة الإماراتية لتنسيق مشاركة إسرائيل في إكسبو 2020، فإن هذا يدل ليس فقط على أن الإمارات قد أغلقت ملف حادثة اغتيال المبحوح، بل أن قيادتها تتعاون مع الطرف الذي تولى مهمة الاغتيال ومثل مصدر تهديد لأمنها. الموساد كان المسؤول عن بناء العلاقة بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتمكينهما من إجراء اتصالات هاتفية عام 2015 للتباحث حول سبل مواجهة المشروع النووي الإيراني ومحاولة التصدي لتبعات توصل إيران والقوى العظمى للاتفاق النووي. لكن لا شك أن أكثر الأدوار الإقليمية التي تقوم بها الإمارات إلى جانب السعودية وتلقى ترحيبا واسعا في إسرائيل هو دورها في دعم مخرجات الثورات المضادة في العالم العربي، إذ أن تل أبيب رأت في ثورات الربيع العربي مصدر تهديد كبير لمصالحها الاستراتيجية، لا سيما في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وسبق لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن أصدر دراسات وأوراق تقدير موقف أجمعت على أن دور الإماراتي والسعودي في إسناد الثورات المضادة في العالم العربي أفضى إلى صياغة بيئة إقليمية مريحة جدا لإسرائيل. خلينا سريعا نشوف ماذا يعني إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، نشوفها في الفيديو جراف ده سريعا.
معلش مع انا مضطر اخرج عن النص شويه واتكلم على المشهد الدولي سريعا مش هناخد من وقت حضراتكم. وانا ربنا بقى يعني معانا في القصه دي. فجاه ماكرون بيتكلم على الحرب على الاسلام السياسي. ترامب طبعا متزعم القصه دي والجبهه اليمين كله. حتى اليمين في العالم كله. السيسي وابن سلمان وابن زايد متزعمين فكره الحرب على الاسلام المتطرف اما مسمينه كده. وفي ما يسمى بصفقه القرن. وعشان صفقه القرن تكمل لازم تموت بعض الحاجات والاصوات زي حماس مثلا. لازم نموت البلاد او المناطق اللي زي حماس دي. فجاه العالم تقعد تساله هو بيحصل ايه بقى في العالم؟ يقول لك في اصل احنا بنحارب الارهاب. طيب انت بتحارب الارهاب فين حته بقى؟ بالحرب الإرهابي اللي هو بيهدد حفتر اهو، حفتر بيحارب الإرهابيين في ليبيا والإرهابيين هيظهروا في الجزائر وبنحذر الجماعة في السودان من الإرهابيين الإسلاميين الإرهابيين. وفجأة الإسلام أو الإسلاميين أو الملتزم دينيا إسلاميين بقى إرهابي. في الوقت ده بقى الناس لسه ما بين شك وما بين يقين، يعني في ناس برضو مش مصدقة قوي. فلأن الموضوع محتاج حد يخش جامد قوي فيظهر أبو بكر البغدادي بتاع داعش. يظهر أبو بكر البغدادي في الحقيقة في رسالة شديدة السخافة بيهدد بقى يضرب فرنسا، هيضرب في ليبيا، هيضرب مش عارف العراق، هيعمل مش عارف إيه، وطالع وفي إيده كتاب كده يعني دلالات الفيديو كله كده توريط بعض الدول، تهديد بعض الدول. ويقال إن الكتاب اللي كان ماسكه مكتوب عليه ولاية تركيا، يعني اللي هو بقى ايه، يعني الراجل مدعوم من تركيا. وابو بكر البغدادي مختفي مثلا من 4 سنين، ما حدش عارف هو فين اصلا. امريكا بكل بقى طياراتها وكل الاختراعات بتاعتها وبيجيبوا فيديوهات من على الناس وبيجسسوا على التليفونات وبيعرفوا التليفون ده جاي منين، مش عارف اجيب ابو بكر البغدادي. العالم كله بكل التحديث الفظيع اللي احنا فيه مش عارفين يحددوا مكان ابو بكر البغدادي. وابو بكر البغدادي ما هددش اسرائيل، ما قالش هضرب اسرائيل، ما تعرفش ليه برضو، يعني ما تعرفش ليه داعش ما تضربش اسرائيل. انا لحد دلوقتي مش فاهمها، حد يفهمني داعش ليه ما تضربش اسرائيل؟ اشمعنى تقعد تقول لي النهارده ليبيا هنضرب في ليبيا وبعدين هنضرب في قلب باريس؟ ايوه الرسائل بتاعت حضرتك دي بقى تخدم مين؟ حضرتك طالع تقول رسائل عبقريه قوي، تخدم مين؟ تخدم ترامب، تخدم ماكرون، تخدم كل الكلاب اللي بيدعموا حفتر وبيدعموا الناس المجلس العسكري في السودان وبيدعموا الناس اللي في الجزائر. وبالتالي تبقى الرسالة كده واضحة ان العالم خطر يا جماعة. اديكم شفتوا ابو بكر البغدادي طلعوا. طب ابو بكر البغدادي مش عارفين تمسكوا، يعني مش عارفين تعرفوا مكانه بعد الاقمار الصناعية اللي مالت المجموعة الشمسية؟ مش عارفين تعرفوا مكان ابو بكر البغدادي؟ ثم ايه دلالة انه يطلعوا عليه تركيا، انه مع تركيا؟ يعني السؤال بقى، العالم الحديث والجيوش الحديثة بالنظارات اللي بتشوف بالليل بالخفافيش اللي بتطلع بالنهار، قتلتوا كم واحد بقى من داعش؟ يعني عملتوا ايه مع داعش دي؟ قضيتوا على داعش؟ طب ما قضيتوش عليها ليه؟ ليه جيوش العالم، ليه مشاة البحرية الأمريكية الجهابزة الأبطال دول ما عرفوش يقضوا على داعش؟ وإيه حشر تركيا في الموضوع؟ وإيه الكلام على ضرب باريس؟ وإيه الكلام على ضرب ليبيا؟ وإيه الكلام؟ ليه الموضوع يعني؟ ما الداعي من الرسالة؟ ثم ليه دلوقتي يطلع أبو بكر البغدادي؟ ليه الآن؟ أنا ما أعرفش. أنا يقينا هذه صناعة أمريكية، يقينا أبو بكر البغدادي ممثل أمريكي. بص بقى، مع ناس طيبة، مع ناس مش قصتي، يقينا هذا الرجل صناعة أمريكية، لأن خروجه في الوقت ده، خروجه في الوقت ده بالتهديدات اللي قالها علنا بوجود اسم تركيا، لا الموضوع فيه بقى كلام كتير جدا. والسؤال بقى، أين بقى التحديث اللي في العالم؟ ما عرفتوش تقولي تقضوا بالجيوش بتاعتكم عليه؟ قتلتوا كم واحد منه؟ طب ليه مش عارفين تحددوا مكانه؟ طب ليه بيظهر دلوقتي؟ دلوقتي؟ ليه يظهر دلوقتي؟ عشان يدعم إسلام محمد بن سلمان؟ عشان يدعم إسلام ودعوات محمد بن زايد؟ طب اسمع بقى أردوغان قال إيه على داعش؟ شوف أردوغان قال إيه تحديدا على داعش وسأل أسئلة الراجل. وسأل نفس الأسئلة، اسمع كده. Güya DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor.
Ya DAEŞ'te siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz? Kaç tane DAEŞ'i yok ettiniz? Veya DAEŞ'i nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek, kabullenilebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, hangi işbirliklerin içine girdiğini, kime hangi imkanların sağlandığını teker teker tespit ediyor, kaydediyor. Artık hiç kimsenin DAEŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi de bugün DAEŞ'la birlikte hareket ediyor. Suriye ve Irak'taki DAEŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan... على كل حال يعني التمثيليات الحقيقة وأنا مصدق إن دي تمثيليات أمريكاني الحقيقة، إنما ما علينا يعني. وأنا والسؤال بقى اللي بتوع داعش ما بتهددوش ليه إسرائيل؟ ما تخلصونا منها. لو أنتوا جدعان قوي كده ما تخلصونا من إسرائيل. ما في سرطان اسمه إسرائيل. إيه ليبيا؟ إيه ضرب باريس؟ هنستفيد إيه بضرب باريس؟ إيه اللي هناخده الإسلام من ضرب باريس؟ ما تخلصونا من الكيان الصهيوني. إنما هو خروج. لكن على كل حال ده كان آخر حاجة. لكن قبل ما أخد بس آخر حاجة، في السيسي كان ممدوح حمزة بيقول كلام مهم، بيقول أنا كنت من دعاة أن المعارضة يجب أن تكون من أرض الوطن، ولكن بعد استخدام التهم الغير معقولة لحبس المعارضين حزم العظيم، شادي الغزالي، معصوم، يحيى الأزاز، يحيى حسين، رائد سلامة، غيرت رأيي. واللي يعارض من مصر الآن ويكون له تأثير يكون مختل عقليا وناوي على خراب بيته. هنقفل بالكلمتين دول لان مفيش كلمتين بعد دول، ونستقبل الاساتذه الضيوف والكلام على استقبال الشهر الكريم، ولكن بعد الفاصل.